أريد أن آكل أي شيء. سمعنا كلمة فوجئت، أهو شيء جيد أو سيء؟ شيء جيد. إلى المهرة بينكي صاحبة المخبز، إنها من الياك. يضع شعب الياك المهرة الوردية للمهرجان. هيا الآن. راذرفورد الكبير يدعوني رسميا لحضور مهرجان الياك في أرض الياك. لكن ما مهرجان الياك هذا؟ يوم ذكرى جدهم الأكبر. كيف أقنعت راذرفورد بأن يدعوك؟ حاولت أن ألمح له بلطف في رسائل عدة. أرجوك أدعني إلى مهرجان الياك من فضلك من فضلك من فضلك من 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 فضلك. وبعد رسالة 70 انتبه على الأمر بعدما بدأت بنسيانه. يا مهرتي يا مهرتي الصداقة، مهرتي الصغيرة، محبة قوة علاقة، مغامرات لعب مرح، قلب نقي ستكون فرح، هي الرضا هي العمل وهي تكفي وسع الأمل. يا الصداقة حب يسري على دوام. مهرتي الصغيرة. لا أبحث عن المشكلات بينكي. لا نعلم كثيرا عن شعب الياك، لذا يجب أن تذهبي إلى مهرجان الياك وتكتشفي. نعم، تحب المهار أن تتعرف الشعوب. أنا لن أخذلكم، إنه شرف لي أن أكون السفيرة المعتمدة لدى الياك. لا تأخذي الأمر على محمل الجد. أنت مسؤولة العلاقات، اجعلي الأمر تكليفا. حسنا، كلفتك. عليك جعله رسميا. صحيح، أنا مسؤولة العلاقات، لذلك عينتك سفيرة لدى الياك. هذا الأمر يشرفني، أجمل يوم في حياتي. أوهو جامي، استمع إلي، نحن نلعب لعبة السفيرة لدى شعب الياك. هذا جيد، أرى بعين السفيرة الخبيرة شيئا ما. وصلنا. الشيء الأزرق هو السماء. ربحت. لا بأس، أعلم أنه سؤال صعب. أنت أفضل مرافق سفيرة عرفته جامي. ما الذي يحدث هنا؟ الياك يدمرون. الياك يدمرون. ها الوردية. إن زيارتكم شرف لي، لكن ما الذي يحدث هنا؟ هل ألغي مهرجان بلاد الياك؟ لا، هكذا يحتفلون. هيا شعب الياك الدو. إذن هذا هو مهرجان الياك، وهذا الشكل من النشاط جزء من الاحتفالات. مزاج الياك اليوم سيء. لا، فالدوس يريح الياك. يساعد على صفاء ذهن الياك. دمروا أكثر. أكثر. دمروا أكثر. كفى. يجب على الوردية أن تنتبه قبل أن تدوس. هذا غصن موروث قديم عمره قرن، ونحن نتوارثه من جيل إلى جيل بعده. حقا؟ أنا آسفة جدا، كنت أحاول أن أشارك في أنشطة المهرجان. سأصلحه الآن، لكن كيف؟ كنت أمزح. صدقت الوردية المزحة، تلاطم القرون. قويان يا راذرفورد. كاد يصيبني يا جامي، ستكون هذه الرحلة مثمرة. على كل، نحن لسنا في زيارة،
كفى كلاما، عودوا إلى الدوس. والآن سأصطحب المهرة الوردية في جولة الياك. شكرا يا روثرفورد، لقد زرت بلاد الياك من قبل. أعلم هذا، لكن المهرة الوردية لن تميز معالمها بعد زينة مهرجان الياك. أجل، محق، تبدو البلدة مختلفة عما كانت عليه. إنهم لا يجيدون التزيين كالمهار، لكن الياك بناؤون بارعون. هذه هي حفرة نار الياك الخاصة، حيث يروون قصصهم. صار لدي قصص كثيرة لأرويها للمهار. هذا كوخ أكل الياك، حيث يأكل الياك. كعكتي المفضلة مع الكريمة. أنا صنعتها بحافري، لا أشتري شيئا. كوخ نوم الياك هنا حيث ينام الياك. كوخ موسيقى الياك حيث يستمتع شعب الياك بالموسيقى الجميلة. هذا جميل جدا. على الوردية أن تصمت. وهكذا استطاع الياك هزم الشر وأنقذ العالم. الوردية قصة الياك. أنا مسرور، الوردية تنال رتبة شرف الياك. سفيرة إلى بلاد الياك وأيضا شرف الياك. صار لي ألقاب عدة. قرنك. لحظة، لا قرون لي. أيها الكبير، هل لي بقرني شرف من فضلك؟ لا، قرون الياك ثقيلة على الوردية. لنبدأ أنشطة مهرجان الياك. دوسوا بقوة، يوم سعادة الياك، المهار والياك أصدقاء. الوردية تسأل كثيراً. كل شيء مغطى بالثلج، ماذا سنفعل الآن؟ الياك بخير، الياك معتادون الثلوج. معتادون؟ تتساقط كل مهرجان. ماذا؟ انهيار ثلجي مماثل يغمر بيوتكم سنوياً في كل مهرجان؟ حقاً؟ هذا هو الانهيار الكبير، لكن لا مشكلة، الياك أقوياء، سيحفر الياك في الثلج، لن يطول الأمر. هذا جيد، إذا لديك خطة طوارئ. سأساعد الآن. إلى الحفر هيا. ياك أوقف الحفر، الحالة تسوء. حسنا، لا تقلق أيها الكبير، سأعود إلى بونيفيل لطلب العون، وعندها سيأتي الجميع ليساعدكم على الحفر. يقول المثل الحافر من أجل الحفر، صحيح جابي؟ نحن لا نحتاج إلى العون. أنت مطمئن؟ إذا لديك خطة أخرى. أجل، سننتظر ذوبان الثلوج. هذا الثلج كثير، سننتظر قرونا حتى يذوب. نحن نشتهر بالصبر. حسنا، إلى أن يذوب، هل فكرتم في الأكل وفي أي مكان ستنامون؟ كفى، الياك ينجون دوما، الصعوبات تجعل من معشر الياك أقوياء. إن لم يعجب هذا الوردية، فإن عليها ترك بلاد الياك على ألا تعود. هذا يعجب الوردية كثيراً، لنعد الآن بعض الأطعمة الثلجية.
يسهرون نوما. متعب قليلا، سأنام هنا الليلة هذه. طعم الثلج لذيذ. تناغم بين طعم البرد والماء. توقف، أنت تأكل كوخ الطعام. أيها الكبير، ما هذا الذي نفعله الآن؟ هذا واضح، كوخ الموسيقى البديل. إذن نتأرجح من أجل أن ستصمت الوردية وتصغي. أشعر بالبرد. معدتي تؤلمني، أنا جائع. سيسمعك كبير الياك. لكن هذا الثلج كثير وبارد. أنا أعلم، فأنا جائع أيضا. جيمي، هل سمعت؟ لن ينجو الصغار. ياك توقفوا، انتهينا الآن. إذا علمت توايلايت بما يحدث، جاءت بالجميع للمساعدة. علي أن أقنع الكبير راذرفورد بطلب المساعدة. هل ستساعدني؟ شكرا، رأيت، طلب المساعدة ليس سيئا. جمعتكم الوردية اليوم حول حفرة الياك الاحتفالية الجديدة لكي تخبركم بقصة تحكي عن التراث الياكي. هذه قصة عن مجموعة من الماس تعيش في الصحراء. هبت عاصفة رملية وغطت البلدة كلها تحت الرمال، ولم تستطع فعل شيء، وعرفت أنها لن تنجو من هذا بأكل شطائر الرمل. على الأبقار ألا تتدخل في شؤون أحد. ليس تماما. هل من إجابة أخرى لديك آخر؟ مرحبا أيها الكبير، يجب أن نتحدث. ما الذي تفعله؟ ذاب سريري قليلا في الليلة الفائتة. أكرهه أيضا. هل تعلم من يحب شطائر الثلج هذه حقا؟ تويلايت سباركل وبقية المهار. أوه، لدي فكرة. ما رأيك في أن أعود إلى بونيفيل وأعود برفقتهم جميعا؟ تحبون شطائر الثلج؟ أوه، المهار بارعة في إعدادها، وأيضا سيأتون ونطلب إليهم إبعاد الثلج. أليس هذا صحيحا؟ قل. عندما كان الكبير صغيرا داس على بعض الأرض بشدة، فشكل حفرة ووقع فيها، وسد الثلج الحفرة، فلوح للعائلة والأصدقاء من داخل تلك الحفرة وانتظر حتى الربيع، ونجا الكبير بلا عون. لكن لحظة، أمضيت الشتاء كله في الحفرة؟ أجل، الياك لا يطلب العون. حسناً، اشرح لي، كيف حفرت حفرة بهذا العمق؟ وكيف تجمدت بهذه السرعة؟ وكيف استطعت رؤية ذلك من داخل حفرة مسدودة؟ حتى لو كان ممكناً، كيف تنفست في الحفرة؟ الياك لا يطلب المساعدة. لكن الياك جائعون، من يدري متى يذوب الثلج؟ يجب حل المشكلة. عرفت، المهرة الوردية لا تفهم طريقة تفكير الياك جيداً. سحبت مرتبة شرف الياك منك.
قفي، تخيلي بابا هنا وأنا أغلقته في وجهك. عنيد، ستضره. أوه، هؤلاء الياك عنيدون، ما مشكلتهم في طلب المساعدة؟ ولكن سفيرة بونيفيل إلى بلاد الياك هذه ستتصرف وسأريهم. آه صحيح جامي، أنا متعبة جدا، دعنا نلعب لعبة تسلينا قليلا. عرفت، سنلعب لعبة المليون سؤال. فكر في شيء وأنا سأسألك مليون سؤال حتى أستطيع أن أحدد فيما تفكر. لنبدأ، لونه أزرق أم أخضر أو أحمر أو أحمر مخضر أو أحمر مزرق؟ أيشبه العلبة؟ أكبر من العلبة؟ علبة حمراء أم خبز أو شاي؟ أهو شيء ضخيم جدا؟ أهو أنت؟ أهو مر؟ مر وردي أم مر يأكل الخبز؟ ألا تزال المهرة الوردية هنا؟ لقد رحلت الوردية لأن الوردية ليست قوية كالياك. سننجو وحدنا. أجل! أجل! شطائر الثلج لا طعم لها. حساء الثلج وقت العشاء. ثم قال الكبير روذرفورد: تخيلي بابا هنا، سأغلقه في وجهك. من كبار؟ أجابته الوردية، عنيد، ستضرهم. علينا أن نساعد الياك. لا بل نحن سنساعد الياك. حاولي مجاراتها. أحسنت يا بينكي، علينا مساعدة الياك، هذا هو عمل السفيرة. هاي، سأحضر التفاح، فإنتاج الموسم كان جيداً. أنا سأحمل من إكوستريا إلى الياك أفضل أنواع القماش. سأخذ حريراً مطرزاً لتبرز قرونها و... لا! لن يقبل الياك أي شيء منا. لما لا؟ الياك معتدون بأنفسهم ولن يقبلوا العون. فالمثل يقول: أرشد الياك إلى الماء من غير أن يلحظ أنك ترشده. لن ندعهم يلحظون. صحيح، اتفقنا، سنذهب إليهم على أننا أصدقاء. يجب علينا التسلل إلى مقرهم. جدار عال، ولن يكون التسلل سهلا علينا. وهكذا أصبح أكثر سهولة. إلى الأمام، هيا باشرنا المهمة حالا. ما الذي حدث؟ ذاب الثلج، كان الكبير محقاً. ما؟ الياك قوي، خلق الياك صبوراً فنجا. المساعدة على إصلاح بلدة الياك كاملة أمر منهك. لنرحل قبل أن... المهرة الوردية. انتظري، الياك ليس غاضباً على المهرة. لست غاضباً؟ ساعدت الوردية الياك من غير أن يطلبوا ذلك. الوردية تفهم نمط تفكير الياك. أفهمه؟ أجل، أنا أفهمه. الوردية لديها قلب طيب جداً، سأمنحك مرتبة شرف الياك. الوردية تستحق شرف الياك. قرناي الجديدان وشرف الياك. إذن
تحتاجين إلى المساعدة؟ الوردية لا تحتاج إلى مساعدة أحد.